اتحاد كرة القدم لن يتم قيد أي لاعب امبارح، كان كلامه امبارح يعني، هو قال أنه لن يتم قيد أي لاعب يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو أجازة رسمية لاتحاد كرة القدم. والله العظيم ده ما كلامي، ده كلام الكابتن وليد العطار. أنا بقول بالاسم أهو، أي حد شايف إن أنا بقول أي حاجة يخش على أهو. اتفضلوا اتفضلوا. الأهلي واتحاد كرة القدم يوضحان ليلا كورة موقف جيرالدو من لقاء بيراميدز، وكلام فيما يخص هذا الموضوع على يلا كورة. هات اللي بعد كده. لكن وليد العطار مدير شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم ليلا كورة قال إن الأهلي حتى الآن لم يسجل جيرالدو، وكان من الممكن تسجيله قبل المباراة ولو بساعة واحدة، لكن لأن المباراة ستقام يوم الجمعة بين قوسين أجازة اتحاد كرة القدم، فلن يستطيع الأهلي قيد اللاعب إذا أراد ذلك. مش أنا، ده كلام كابتن وليد العطار اللي بيقول هذا الكلام. طيب، طلع النهاردة كلام مختلف تماما، قال لك لا مفيش مشكلة. النهاردة بعض من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم طلعوا وقالوا لا مفيش مشكلة إن القيد الإلكتروني ومش القيد الإلكتروني والكلام ده كله. طب أنتوا مش عارفين تتفقوا كاتحاد كرة قدم، أنا ذنبي إيه كجمهور أهلي؟ أنا ذنبي إيه إن أنت تعمل كل هذه البلبلة؟ حضرتك اتحاد كرة القدم مش قادر تتفق على إن يوم الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ حضرتك مش قادر تشوف أو مش قادر تقول للمسؤولين اللي عندك إن يوم الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ ده مش ذنبي على فكرة، ده ذنبك أنت. الجمهور اللي قاعد بيغلي وقاعد بيسمع الكلام اللي بيحصل، يعني أنا برضه هفكركم بحاجة بالمناسبة لجمهور النادي الأهلي، وكل جمهور النادي الأهلي فاكر الموضوع ده. لكن قبل بس ما اتكلم عن القصه اللي عايز احكيها لكم، خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تاكدنا محمد سعيد وكل الناس، محمود سعيد وكل الناس تاكدوا من هذا الموضوع، ان احنا خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا اتحاد كره القدم كان بيعمل بسيستم معين او بشكل معين. في ايام العمل كانت طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والسبت، ما عدا يوم الجمعه والسبت، ده خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. خدوا بال حضراتكم من الكلام. مين الموظف بقى اللي راح وكان في شيفتين النهارده؟ النهارده في شيفتين في اتحاد كره القدم، شيفت صباحي وشيفت مسائي. طبعا ده الكلام الجديد اللي اتقال، امبارح كان الكابتن وليد العطار بيقول حاجه، النهارده فوجئنا بكلام مختلف تماما عن الكلام اللي اتقال امبارح. فوجئنا بقى باعضاء مجلس اداره الاتحاد كلهم او معظمهم طالعين الحقيقه بيتصدروا المشهد ان ما عندناش اي مشكله، وان القيد الالكتروني ما حدش كان بيتكلم في القيد الالكتروني، كل جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي لهذه النقطه. ولكن وبعدين انتوا مش قادرين تتفقوا يا جماعه، اتفقوا مع بعض، قولوا لنا الجمعه اجازه ولا مش اجازه، بس كده، مش عايزين حاجه اكتر من كده. لو تفتكروا حضراتكم وانا كنت موجود، وانا اسف ان انا بدخل نفسي في الموضوع ولكن او اسمي يعني في الموضوع، ولكن لازم احكي لحضراتكم. لما انتقلت من نادي اتحاد جده للنادي الاهلي سنه 2004 حصل ايه؟ كل الناس اللي ضد النادي الاهلي كانت بتقول ايه، او اللي ما بتحبش النادي الاهلي كانت بتقول ايه ساعتها؟ يعني ان اتحاد كره القدم فتح اتحاد كره القدم فتح ابوابه للنادي الاهلي يوم الجمعه علشان يأيد اسلام الشاطر. على الرغم من عدم صحه هذا الكلام، ولكن كل الناس اللي كانت بتتكلم في هذا الموضوع حتى القضايا اللي اترفعت استندوا فيها على ان يوم الجمعه كان ان تم قيد اسلام الشاطر يوم الجمعه، واللي هو ايامها كان الجمعه اجازه ها او مش اجازه ودلوقتي اجازه. انا بس عايز افهم يا جماعه، قولوا لنا، ما حدش يفضل يودينا ويجيبنا كده، ما بلاش الكلب ميكاليت ده. انا بس نفسي والله العظيم بجد يا جماعه، انا محتاج ان انا اعرف، او محتاج ان انا حضراتكم تكونوا متفقين مع بعض، تقولوا لنا الجمعه ده اجازه، احنا عارفين ان هو اول جمعه، او حظكم ان هي اول جمعه، اول جمعه في شهر يناير، وبالتالي هتيجي الايام اللي جايه وتقول ايه، وتقول اصل الايام اللي جايه كلها ابتداء من الجمعه دي هنفتح الجمعه القادمه. فتحس ان في حاجه بتتعمل، في حاجه بتتظبط، في مجاملات بتتعمل، في حاجه بتحصل، في حاجه بتحصل. وبعدين في نقطه مهمه جدا، اي عقد في الدنيا كلها هنا في مصر، اي عقد بيدفع له 3%، هل ال 3% قيمه العقد للاثنين اللي تم قيدهم، الاثنين اللاعبين اللي تم قيدهم، هل هو
هل تم أخذ الفلوس 3% قيمة رسوم توثيق العقد ولا لا قبل استخراج الكارنيه؟ طبعا. هل ده تم ولا لا؟ ولو تم هل قانون ان يكون في حد مالي موجود في المنطقه او في اتحاد كره القدم يوم الجمعه؟ في اشياء كتيره جدا على فكره ممكن نتكلم فيها، بس خدوا بال حضراتكم انا كل اللي بتكلم فيه ده توضيح للجمهور، ولازم الناس تبقى فاهمه الموضوع ده، لازم الناس تبقى فاهمه ايه اللي حصل من امبارح للنهارده. هل الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ المسؤولين في اتحاد كره القدم وتضارب التصريحات اللي بينهم وبين بعض، امبارح كلام والنهارده كلام تاني خالص. ما ينفعش يا جماعه كده، انتوا بتزيدوا التوتر ما بين الناس، انتوا بتزيدوا التوتر ما بين الناس، احنا مش عايزين كده. ولكن احنا دورنا هنا عفوا احنا دورنا هنا ان احنا نبين للناس ايه اللي بيحصل.